وبالفعل كريستيانو رونالدو صاحب اللمسات أمارت يتلقى إصرار وركلة جزاء للدقيقة كما نتابع 70 يسددها النجم كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو وحارب المتألق روبن مارتينيز، ولكن يا سلام يا كريستيانو، كريستيانو رونالدو يعطي للاعبي والجماهير وعشاقه ومحبي النادي الملكي في هذه اللحظات الثقة بثلاث نقاط بهدف ثاني يأتي في الدقيقة 70 بعد هجمة سريعة من أرخل الجمالية إلى كريستيانو رونالدو، ثم لفت يد من أمات وقرار من بوربالان ويضعها ببراعة كريستيانو رونالدو أمامنا هنا. شوف لمسة، يا سلام كريستيانو، كريستيانو رونالدو أمامنا في هذه اللقطة لمشواره الكبير مع سبورتنج لشبونة، مع أيضا